إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. الحمد لله، الحمد لله حمد الطيبين الشاكرين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدينا ومستمعينا ومتابعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في برنامجكم الإسلام والحياة، والذي نستضيف فيه في مثل هذا اليوم ومثل هذا الساعة صاحب الفضيلة الشيخ سامي ابن مصر الساعدي حفظه الله تعالى وبارك الله في علمه وفي عمره ونفع الله به الإسلام والمسلمين. وقبل أن نبدأ مع صاحب الفضيلة نذكركم بأرقام الهواتف والتي تأتيكم ترونها أسفل الشاشة إن شاء الله تعالى تباعا، وهي كالتالي 021-33-47-401، الرقم الثاني 021-33-47-402، الرقم الأخير 021-33-47-403. كما يمكنكم التواصل معنا عبر أرقام الفايبر وهي كالتالي 094-466-56-80، والرقم الأخير 094-466-56-81. إذن نرحب جميعا بصاحب الفضيلة الشيخ سامي ابن مصطفى السعدي حفظه الله تعالى. حياكم الله شيخنا ومرحبا بكم. أهلا وسهلا شيخ، حياكم وحيا الله المشاهدين والمتابعين. يا مرحبا شيخنا، بارك الله فيكم. عنوان حلقة اليوم خاصة، واحنا بدأنا في غريب القرآن ولكن توقفنا للأسف يعني، لكن إن شاء الله نستأنف في الحلقة القادمة، لكن لأن اليوم حلقة خاصة وهناك نصر لأمة الإسلام ونصر عظيم وفتح مبين، وكما تابعتم شيخنا وتابع الجميع عبر وسائل الإعلام والتلفزيون الفضائيات وغير ذلك، النصر العظيم لإخواننا في طالبان في أفغانستان بعد يعني جهاد دام 20 سنة ضد الغزو الأمريكي، وقبله الغزو الروسي، وقبل ذلك الغزو الإنجليزي. شيخنا، أول حاجة كلمة بهذا النصر لهذه الأمة، ثم موقف المسلم من نصر الله سبحانه وتعالى للمسلمين أينما كانوا. فضل شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته من المؤمنين وأتباعه وإخوانه ومحبيه إلى يوم الدين. أما بعد، فاسمح لي شيخ عبد الباسط أن أبدأ بتقديم التعازي في الشيخ العلامة الفقيه الشيخ محمد سالم عيبلو، أحد علماء ليبيا وفقهائها، الذي وفته المنية عن عمر يقارب 90 سنة، وهو من علماء مدينة مصراتة وفقهائها، واشتغل منذ أمد بعيد بالتعليم والدعوة والإفتاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويرحمه وأن يجزيه عن الإسلام والعلم خير الجزاء، وعن الليبيين أن يجزيه عن الليبيين خير الجزاء، وأن يفرغ على قلوب أهله وذويه وطلابه وزملائه الرضا والصبر الجميل، إنه سميع قريب. اللهم. أما عن موضوع هذا النصر الذي تحقق في أفغانستان، أولا لابد أن نذكر ونؤكد على حقيقة ومبدأ من مبادئ الإسلام طالما رددناه ودعونا إليه، وهو وجوب الموالاة بين المؤمنين ولو بالكلمة ولو بالدعاء. وإذا انتصرت جهة مسلمة على جهة عدوة كافرة معتدية، لا يملك المسلم أن يقف في صف العدو، وإلا قد يخرج من الإسلام في بعض الحالات وبضوابط معينة، قد يخرج من الإسلام والعياذ بالله. وكونك أنت تناصر طالبان أو غيرها يعني، أو تدافع عن المظلومين، بل قلنا أكثر من مرة لو تذكر شيخ عبد الباسط، الوقوف مع المظلوم حتى لو لم يكن مسلما. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يعني عندما هم أن يقف مع الأنصاري ضد اليهودي،
نزل القرآن في آيات في سورة النساء يعني شديدة يعني ولا تكن للخائنين خصيما، نهاه الله سبحانه وتعالى أن يقف في جنب الظالم وهو من الأنصار، مسلم أنصاري هذا عن الإسلام. إيه ولا وإياك أن تظلم اليهودي الذي كان في المدينة. وموقف ابن تيمية الذي يذكر دائما من مناقبه رحمه الله تعالى أنه عندما تكلم مع ملك النصارى فوضعه على إطلاق أسر المسلمين وأهل الذمة الذين كانوا يعيشون في بلاد الإسلام. قال له طيب المسلمين ما علاقتك بأهل الذمة؟ قال يعني ما حاصله هؤلاء يعني كما يقال اليوم من رعايانا من رعايا دولة ونحن مسؤولون عنهم، فالظلم قبيح حتى لو كان من المسلم، فما بالك بجهة غير مسلمة ومعتدية واتضح عدوانها وظلمها. أما الاختيارات الفقهية أو السياسية التفصيلية والفرعية والجزئية مثلا لطالبان ومن معهم، نعم. أنت مش ملزم أنك أنت تؤيدهم في كل ما يقولونه، نعم. لكن الموقف العام ينبغي أنك كمسلم عضو من هذا الجسد المسلم هذه الأمة، النبي صلى الله عليه وسلم شبهها بالجسد يعني في الحديث المعروف، نعم. فأنت عضو أو خلية أو حاسة أو طرف من أطراف هذا الجسم، المفروض أنك تتألم لألمه وتفرح لعافيته، هذا الموقف العام. بعدين عندك ملاحظات بتنتقد، انتقد بعلم وبعدل كما هو يعني الضابط في الانتقاد وفي النصح وفي التعقيب على المواقف وعلى الحركات وعلى الرجال وعلى الاختيارات عموما يعني. فالذي حصل في أفغانستان لا شك أنه نصر لهذه الأمة، يعني هو إثبات واقعي إضافي إلى جانب الإثباتات التاريخية وإلى جانب الحقائق القرآنية والسننية والحديثية التي جاءت في الوحيين أن هذه الأمة تضعف لكنها لا تموت يعني، ويمكن أن يكون فيها أناس يصبرون 20 سنة وربما أكثر وفي النهاية يحققون مصلحتهم الشرعية والوطنية. نعم. الناس قالوا ما نبوش احتلال، هذا من حقهم. يخرج الاحتلال ثم نتكلم. فعلا قبل الطرف الآخر بالخروج يعني، بل وأثنى على مواقفهم يعني أنهم ناس يدافعون عن أرضهم في النهاية. هذا نقوله نحن من قبل يعني نؤيد موقفهم، لكن بعض الناس الذين يخافون أن يؤيدوا نقول لهم لا تخافوا، يعني الرئيس الأمريكي السابق مدحهم واتصل بهم وجلس معهم، يعني حتى الخوف من تهمة الإرهاب خلاص نحيها هذا الكابوس حوله من راسك يعني. نعم. يعني ترامب لما اتصل بهم وقال اتصلت بهم أناس شجعان ويدافعون عن أرضهم فمسألة واضحة ليش يعني العدو رفع لهم القبعة. نعم. احتراما وتقديرا. أنا لو تسمح لي شيخ عبد الباسط، رأيت أنا تابعت ردود الأفعال وبين مؤيد والله يعني يا شيخنا أنا هذه مسألة مهمة فضل. قبل أن نبدأ يا شيخنا لو تعرف من هي طالبان يعني قبل أن تتحدث عن المشككين الذين يشعرون بالانهزام في أنفسهم ويستعظمون نصر الله للمؤمنين، لماذا هو يستعظم نصر الله للمؤمنين؟ لماذا هو ضعيف لهذه الدرجة؟ لماذا هو نظرية المؤامرة دائما معه؟ يا شيخنا ممكن تعرف طالبة من هي؟ الناس كثير ما يعرفوش يعني، الإعلام المضاد الآن، الثورة المضادة الآن بدأت تشتغل. هذه المشكلة، هو كما يقال الإنسان الإنسان عدو ما يجهل. نعم. يعني نعم. إذا من جهل شيئا عاداه كما يقال يعني. نعم. فيعني بعض الناس يظن أن طالبان خرجت فجأة، حتى في 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 تمكنهم السابق وقبل لما سيطروا على دولة أفغانستان وحكموها ل5 سنوات، هم في الحقيقة صحيح حتى نحن في هذاك الوقت زمان كنا لا نعرفهم يعني نسمع وكنا متخوفين من هم هؤلاء. لما رأينا وتابعنا رأينا أنهم لم يخرجوا من المجهول يعني، لم يأتوا من عواصم الغرب كما يحصل في كثير من بلدان العرب والمسلمين، لا كانوا موجودين في داخل بلادهم وكان بعضهم يطلب العلم الشرعي والديني في المدارس الدينية الباكستانية لأنهم نفس المذهب الحنفي السني ونفس وأحيانا نفس العرق وهم امتداد يعني.
فاتضح أن وبعضهم كان يشارك في الجهاد ضد الاحتلال الروسي من قبل يعني. نعم. صحيح لم تكن حركة متميزة عن غيرها، كانوا في الطوائف الأخرى والجهات الأخرى والتشكيلات المسلحة الأخرى من جمعيات وأحزاب وغير التي كانت تقاتل الروس والاحتلال الروسي من قبل يعني. يعني وكان أول ظهورهم لم يكن في 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 بالهم حسب الظاهر أنهم يسعون إلى إقامة دولة أصلا يعني، كانت دولة قائمة وكانوا مشتغلين بالدراسة الدينية في نعم. داخل أفغانستان أو في فقهاء يعني أو في فقهاء أحناف. نعم أحناف نعم، هم يتبعون المذهب الحنفي نعم. أحد المذاهب الأربعة السنية المعروفة يعني. تمام تمام. ليسوا تكفيريين كما يقال أبدا، لا بالعكس يعني، نحن رأينا يعني رأينا حتى بعض النقاشات والخلافات من بعض العرب الذين كان عندهم شيء من التشدد والتطرف. نعم. مثلا الذين خالفوا طالبان في السابق وقاتلوهم مثلا من مثل أحمد شاه مسعود وغيره، الموقف الرسمي من أحمد شاه مسعود عند حركة طالبان عندما كانت في الحكم نعم. كانوا يقولون هذه فئة مسلمة باغية ليسوا كفارا. بعض المتشددين ربما حتى من العرب الذين كانوا في أفغانستان في ذلك الوقت كانوا يقولون هذا كافر مرتد يعني. طيب هذه عقيدتك أنت بينك وبين الله. الآن الدولة القائمة هنا موقفها هو هذا، أنت لا تظهر بموقف مخالف يعني، لأن مسألة كون مسلم تترتب عليه أحكام وكيف تتعامل يعني معه كذا. نعم. فهم هذه يعني عقلي. وأريد أن أنبه إلى شيء هو فقهي ويتعلق حتى بما يعرف في علومنا الإسلامية بتاريخ التشريع وكذا. المذهب الحنفي فيه ميزة، حتى إن أحد علماء الأحناف ألف كتابا في الفقه الحنفي، نسيت اسم العالم، وترجم له حاجي خليفة هذا عنده كتاب اسمه كشف الظنون، معروف هو يعني مرجع للمؤلفات الفقهية والشرعية والإسلامية عبر قرون من التاريخ يعني، يذكر الكتاب والمؤلف ونبدأ على فذكر كتاب نسيت الآن اسمه، كتاب في الفقه الحنفي، وقال إن مؤلفه فلان العالم فلان، وبين في بداية مقدمة الكتاب لماذا اختار أن يكتب في الفقه الحنفي خصوصا، قال لأن الفقه الحنفي يعني فقه ما معناه يعني فقه دولة. ولهذا أنا أريد أن أنبه إلى شيء يعني، العقلية اللي عند طالبان بعض الناس يظن لا ينظر إلا إلى ممكن بعض الأخطاء الجزئية فيظن أن عقلية منغلقة، مثل مثلا عقليات بعض التيارات الإسلامية التي تسمى جهادية مثلا يعني. نعم. نعم. يظن أنها نفس النسخة. أبدا لا، طالبان يعني يريدون أن يقيموا الشرع صحيح وغيرون على الشرع وطبقوا مسلم. ما أمكنهم من الشرع نعم. يعني نعم. ولكن عندهم مرونة في السياسة يعني، عندهم مبعوث في الأمم المتحدة، بينما بعض العرب المتشددين يقولون لهم هذا كفر، كانوا يناقشون الأفغان من طالبان يقولون هذا كفر، كيف تبعثون واحد، كيف هذه الأمم المتحدة كفار، مثل اللي عندنا في بعض الناس نعم. اللي في ليبيا يقولون نعم. لنا هذا الكلام نعم. فعندهم عقلية أن يعني صحيح ما عندهمش خبرة خاصة في ذلك الوقت، الخبرة السياسية الكافية، وأعتقد الآن يكونوا نضجوا كثيرا واستفادوا كذا وغيره، لكن عندهم الأصل المبدأ أنك أنت في عالم ولازم تتعامل، عندهم سفراء مع الدول اللي اعترفت بهم، هو المشكلة أن العالم ضيق عليهم في ذلك الوقت، لم تعترف بهم إلا ثلاث دول يعني. صحيح. كان عندهم سفير في باكستان، عندهم سفير في السعودية قبل أن تسحب السعودية اعترافها وتطلب من السفير الطالباني أن يغادر نعم. اسمه القاضي شهاب الدين، استدعوه في الرياض وقالوا له يعني عندك 48 ساعة تغادر، فقال أنا أغادر من الآن يعني، ليش من 40، مش محتاج من 40 ساعة يعني. الله أكبر. والإمارات كانت أيضا معترفة بهم، دولة الإمارات نعم. ثلاث دول نعم. فقط لكن هم عندهم مش مانع، هم يعني
يرغبون في أن تكون لهم علاقات دولية واستقرار وتبادل مصالح وكذا. بس هي إشاعات تقال عنهم حرموا المرأة من التعليم. نعم أنا رأيت هذا التعليق، رأيت هذه التعليقات يعني. وربما كثير من الناس يعرف أني عشت فترة في كابل تحت حكم طالبان، وتكلم الآن في أعتبر نفسي في مقام شهادة يعني. أنا لا ليس لي معهم مصلحة يعني، هم في أقصى الدنيا وأنا في يعني كم يعني نبعد عنهم، وليس لنا مصلحة. بالعكس بعض الناس يعلقون على يعني فرحنا بانتصارهم أن أنتم تبحثون عن مصالح، أي مصالح في تأييد طالبان؟ بالعكس هو اللي يبي المصالح مع الأطراف الأخرى يعني ياخذ الموقف الذي يتماهى مع كثير من دول العالم الغربي والعربي والشرقي وكذا. نعم نعم. هذا اللي على الأموال ويحصل على المناصب أولى. نعم. أنه يعني يحصل على مصالحه الخاصة. لكن نحن نقول هذا ديانة يعني، ونشعر أننا يعني في خاصة من يعتبر نفسه في مقام شهادة يعني. أنا رأيت بعيني أن المرأة كانت تخرج في أفغانستان. بعض الإخوة الأفاضل اللي ربما عندهم معلومات مغلوطة نقلوا كلام غير صحيح يعني. مثل يعني مثل أن المرأة ممنوعة من الخروج إلا لازم يخرج معها رجل من محارمها. أو مش سفر، هو ذاك تظهر بالبيت ليس سفراً. وهذا غير صحيح. المرأة كانت تخرج تذهب إلى السوق تشتري الملابس والأقمشة أو تشتري الأكل، مش ممنوعة من ذلك. صحيح لابد تكون في اللباس نعم في الحجاب قانون البلاد. نعم. نعم قضية منع المرأة من التعليم غير صح، لم يكن هناك منع بالقانون، كانت هناك ظروف اجتماعية. كثير من الناس لا يريد، هكذا ثقافة المجتمع، مش إملاء أو فرض بقوة القانون من الدولة. نعم. ما فيش قانون عند طالبان يمنع المرأة من التعليم، لكن البلد مدمرة، ما فيش ميزانيات، ما فيش إعمار، ما فيش مدارس، محدودة جدا يعني. كانوا يدرسون في المساجد، كان البنات يمشوا المساجد يعني، اللي بيبعث بناته للمسجد مش ممنوع. لو وجدت مدرسة للبنات وكذا، أنا أعرف أن بعض الإخوة العرب عملوا مدرسة للبنات في كابل، مش حد منحهم. نعم يعني. إذن هذا كلها ومدرسة للأولاد وفي أفغان. نعم. وعرب يعني إعلام مضاد للتشكيك في يعني. أنا حتى رأيت مرة في وسيلة إعلام أو صحافة أو صحيفة فرنسية في ذلك الوقت يعني كيف أن صوروا يد مقطوعة، يد مرأة مقطوعة مخضوبة بالحنة يعني محنية، إحنا نقولوا اليد مقطوعة، وقالوا طالبان إذا وجدوا مرأة يعني تخضب يدها محنية يديها يقطعوا لها يدها. كذب، افتراء يعني، قوة إلا بالله، افتراء يعني. نعم. فالعدل، نحن لا نقول هناك عدل مطلق يعني، لكن نسبة العدل التي رأيناها بأعيننا ونشروا بصراحة الأمان ونشروا الأمن، هذا باعتراف العدو والصديق وأطراف دولية حتى المخدرات يعني. أنا سمعت المبعوث السابق لأفغانستان اللي هو الأخضر الإبراهيمي جزائري الأصل معروف يعني. نعم. سمعته في لقاء في إحدى القنوات في ممكن في سنة 2000 يعترف يعني، لما قال له محاوره يعني قال له لكن هم بسطوا الأمن، قال نعم هم بسطوا الأمن يعني. لا فيه. لا لا. وهذا رأيناه وتكلمنا عنه سابقا شيخنا يعني. الآن لا. الآن أقصد يعني في الوضع العربي له خصوصياته، بلداننا لها خصوصياته أكيد، لها يعني وضعها المختلف يعني، مش معناه أن كل ما حصل في عند طالبان يصلح أن يكون في ليبيا أو في مصر أو في، لكن الآن حسب الذي يظهر أأمن جهة وأكثر جهة تستطيع أن تسيطر على البلد وأن تسيطر على يعني وأن تبسط الأمن وأن ترد الحقوق وتقيم العدل الممكن هي طالبان بأمانة يعني. من الآن التجارب حتى للأسف الحركات السابقة اللي كانت يعني منتمية إلى تنظيمات إسلامية حركية معروفة يعني. نعم. نعم. لم يستطيعوا أن يقيموا الأمن، بل يعني لم يستطيعوا أن يتفقوا، ورغم أن هدفهم في البداية كان واحدا وطرد الروس وإقامة حكومة عادلة وإلى آخره، لكن لم يستطيعوا. تدخلات خارجية، أهواء نفوس، اجتهاد، ما لناش علاقة الآن لكن المهم لم يحققوا المراد. جو طالبان، بداية خروج طالبان كانت بسبب استشراء الفساد. طيب هذه يعني نريد النقطة هذه. نعم. جميل شيخنا. نعم. تبدأ يعني بدأوا بأول عملية عملوها ما كانتش للسيطرة على الدولة، هم كانوا في دروسهم في حلقات العلم
جاءوا للملا محمد عمر قالوا له انت جالس في العلم الان الفساد استشرى، الان في بنتين مخطوفتين عند احد رؤساء العصابات. نعم. احد رؤساء العصابات خطف بنتين صغيرتين ليغتصبهما. خرج الرجل ومعه مجموعة من طلابه، طبعا الشعب كان شعب مسلح زي ما يقول. نعم. كل واحد بسلاحه، هذا أمر طبيعي. أي يعني أي مش مثل اليمن ومثل أي يعني ما مش نعم. ممنوع حتى سابقا، هذه ثقافة موجودة ولها أسواقها ولها كذا. أي نعم ولها أي نعم. فخرجوا بأسلحتهم الشخصية وهجموا على بيت هذا الرجل، وكان رئيس عصابة كان محاربا بالوصف الشرعي. نعم. استنقذوا البنتين وردوهم لأهلهم. الله. وشنقوا هذا الرجل، طبقوا عليه حد الحرابة في وسط السوق. الله. بعدين بدوا الناس يجوهم يقولوا لهم ما احنا في عصابة فلان سارقين مني كذا، يمشوا يخلصوا له أشياء ويقبضوا عليه. بدوا رؤساء العصابات اللي لا يعرفون يبدو من الفقه إلا قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدر عليه، يجوا لطالبان يقولوا لهم استغفر الله أنا تبت، هذا السيارة أنا سرقتها من فلان ردوها له أنا تبت، يقول له خلاص لا يقيم على الحد، الله خلاص هذا يسقط عليه الحد. يعني فإن الله غفور رحيم إذا تابوا قبل القدرة معروف. بدأت الولايات المناطق المجاورة يبعثوا لطالبان تعالوا نسلموا لكم وابسطوا الأمن، بدأوا يتوسعون 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 يعني إلى أن وصلوا إلى أطراف العاصمة، هذا في سنة 96. خاطبوا طبعا العاصمة كانت مدمرة بسبب القتال اللي بين الأحزاب السابقة للأسف، فخاطبوا اللي ما دخلوش زي ما عملوا الآن. نعم. ما دخلوش بالقوة بالسلاح يعني بيحتلوا العاصمة بالسلاح أبدا، خاطبوهم قالوا لهم سلموا الأسلحة، جماعات متقاتلة، أنا معاش يهمني أنك أنت تابع لجماعة مش عارف شنو الإسلامية والله حزب مش عارف شنو الإسلامي، أنت الآن سبب في دمار أفغانستان. تمام. أنتم آمنون على أنفسكم من حيث المبدأ، داروا زي توا عفو عام يعني. نعم. ولكن تسلموا أسلحتكم. معظم القادة للأسف لم يقبلوا، بل بعض القادة قاتلوهم يعني وقفوا في الصف الثاني زي رباني وزي سياف رحم الله من مات الآن، و المهم يعني وإلا حكمة يار اللي هو انضم إليهم لاحقا بعدين مؤخرا يعني، وبعض القيادات الوسطى اللي كانوا في الأحزاب والتنظيمات المسلحة الأخرى يعني أيدوا طالب لما شاء. طبعا الطلاب العلم والمشايخ في بيئة محافظة زي أفغانستان لهم نوع من الاحترام والتوقير حتى عند اللي مش متدين، هو التدين عام في مثل هذه الشعوب زي باكستان زي المسلمي الهند. نعم. زي أفغانستان زي هذه الشعوب الآسيوية زي أندونيسيا مثلا. نعم. التدين منتشر فيهم هكذا. صحيح. تربيتهم يعني. صحيح. هكذا، ففي نوع من الاحترام والثقة في الشيوخ في طلاب العلم. نعم. والشيوخ وكذا. نعم. وطالبان حتى لما حكموا حتى مخالفوهم لما تسأل تقول لا شين انت، ما فيش حد يقول لك عملاء، ممكن في البداية بعض الناس قالوا هذا الكلام، بعدين اتضح الأمر أقصى ما يقولون انهم مساكين ما يفهموش في السياسة، ما يفهموش في السياسة ما تقاتلهمش يعني، معناها زي ما قال أحد الإخوة زمان من طلاب العلم يعني. فهذه بداية نشأتهم يعني، فاستلموا العاصمة وأقاموا فيها نسبة عالية جدا من العدل. نعم. يعني المحاباة غير موجودة. نعم. يعني رأينا وقائع كثيرة الحقيقة ما فيش محاباة يعني. ما فيش، ولو يعني كان الوقت يكفي وكان المقام مناسب نذكر حتى بعض الأحداث يعني. أنا أذكر مرة كانت هناك دعوة مرفوعة من مواطن أفغاني موظف في الدولة على شاب عربي مقيم في كابول. الشاب العربي ساكن في بيت، وهذا المواطن الأفغاني ادعى أن له حقا ما في البيت أو أن هذا العربي واخده بطريقة يبي البيت يعني، فجاء للقاضي رفع دعوة، فالقاضي جابهم، القاضي أنا أعرفه شخصيا يعني، جابهم ودخل المواطن الأفغاني وكان متكئا ومطمئنا أن القضية في جيبه يعني مضمونة لأن والده زميل دراسة للقاضي، فدخل على القاضي
السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا يا مش عارف فلان، يا مولانا فلان، يا مش عارف شني كذا، انا ابن فلان اللي كان يدرس معاك في مش عارف وين كذا، عرفته قاضي ما ولا كأن اسمع حاجه. قال له شنو موضوعك، شنو القضيه اللي عندك؟ الله اكبر. لما ما عندهاش بينه طبعا ولا اثبات ولا كذا، رد عليه الدعوه يعني. لا اله الا الله، هذه الطريقه التي يسالون فيها يعني. إيه فنحن لا نبرئهم من الأخطاء، لا لا شك، لكن نحن نريد من ينقد. نعم. أو حتى هو شيخ اللي صاير الآن على صفحات التواصل الاجتماعي، التويتر والفيسبوك، بعض النكرات الله أعلم من الدباب الإلكتروني يعني، ممكن من الخليج، مرات أسماء خليجية يشككون هؤلاء مبتدعة وهؤلاء متصوفة وهؤلاء قبورية وهؤلاء ماتوريدية، كيف ترد عليهم شيخنا في هذه المسألة؟ هذا مهم، لكن أريد أن حتى لا ننسى على الأقل عنوان بس وباختصار. إيه؟ موضوع طالبان والقاعدة، أن هناك تحالف بين طالبان والقاعدة واتفقوا على مهاجمة مصالح الأمريكي، هذا كلام غير صحيح أبدا، كلام غير صحيح، وأنا سأقولها لمن لا يعرف، وقلتها لكثير من المجاميع من الشباب وكذا جدا صراحة. أن الذي فعلته القاعدة في 2001 كان أحد الأسباب الرئيسية في سقوط دولة طالبان، ولم تكن بإذن ولا بل كانت بمخالفة للقوانين، قوانين حكومة طالبان، وأنا هذا أشهد به أمام الله سبحانه وتعالى، لأني شاهد عيان على مثل هذه الأشياء. وأسامة بن لادن نوقش ونصح، وأنا أحد الأشخاص اللي تكلمنا معه يعني. هذا لا يجوز حتى شرعا، أنت تحت حكومة يعني يجب أن تلتزم لها بالسمع والطاعة في المعروف. نعم. هذا أمر لا يختلف عليه. قالوا لك ما تعملش هذه العمليات، بل منعوه حتى من التصريحات الإعلامية، لكن للأسف كان له رأي آخر، وكان سبب مباشر ورئيسي، لا نقول السبب الوحيد لكن أحد الأسباب الرئيسية في سقوط دولة طالبان. نعم. للأسف يعني. فحتى بعض الناس يقولوا إن يعني يقولوا إن العرب وكان لهم دور في مساند، أبدا، العرب صحيح كان لهم دور في الجهاد الأول ضد الروس. نعم. صحيح كانت لهم بصمة في القتال ودور والدعم المالي وكذا، لكن في حكومة طالبان كان العرب خاصة الذين لم يلتزموا بـ 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 بقوانين دولة طالبان يعني كانوا عبئا ثقيلا على دولة طالبان بصراحة يعني. طالبان طبعا عندهم حتى غير الأمور الشرعية والفقهية والثقافة الدينية، عندهم مبادئ عرفية. قبائل البشتون اللي تنتمي لها أكثر الحركة الطالبان، مسألة الجوار زي العرب القدماء يعني. نعم. واحد يستجير بك مش بسهولة أنك أنت يعني عار تسلمه. يعني نعم عار. لا. حتى يعني لدرجة المبالغة، احنا يعني بعض قادة الطالبان لما حصلت أحداث 11/9 اللي هو تقريبا حسن جان مش عارف شن كان، نسيت المنصب متاعها، قال أسامة بن لادن يستحق العقوبة الشرعية، كيف يخالف الأوامر يعني سبب لنا المشكلة هذه الكبرى. لكن هم أحيانا يعني مثل كثير من القبائل العربية الأصيلة، مسألة المروءة والشهامة مرات تغلب يعني. فأنت حتى مرات تكون عبء عليه، يصعب عليه إنه هو يرميك أو كذا. وطبعا لما زمان جاء أظن أنه تركي الفيصل، جاء لي والتقى بالملا محمد عمر أعتقد في سنة 98 وطلب تسليم أسامة بن لادن. نعم. لأنه فعل وفعل وفعل وكذا في أظن بعد أحداث السفارتين في تنزانيا والدولة الأخرى نسيتها يعني. نعم. أو ربما تهم أخرى في السعودية، لا أعرف يعني. طيب. فالملا محمد عمر قال له طيب خلينا نشكل محكمة دولية إسلامية فيها علماء من السعودية، علماء من أفغانستان، علماء من بلدان إسلامية مختلفة، والذي يقولونه نطبقه. تمام. يعني نلتزم به. كلام جميل. فهذا المندوب أظن تركي الفيصل أغلب. نعم. يعني نعم. قال هذا ضياع وقت يعني. أيوة. هذا ضياع وقت. معجبك. فالملحون لما رد علي رد قاسي يعني مش دبلوماسي، خرج زعلان يعني. خرج لما ذهب للمطار وهو زعلان يعني. فالمهم أن ما فعلته القاعدة
في 11/9 أو قبلها لم يكن بموافقة ولا بإذن، فضلا عن أن يكون بدعم أو مباركة أو تأييد من طالبان. هذا أنا أشهد به الله أمام الله، يعني لا أبتغي به عظيم. نعم. وللأسف هذا نعم. هذا اللي حصل. فحتى التركيبة الفكرية لطالبان أو زي ما نقول الثقافة الدينية أو المنهجية أو الشرعية أو الفكرية لطالبان، لما ترجع لها وتشوف إن هم أحناف ما تريدية، نعم. فيهم صوفية، نعم. فيهم صوفية، نعم. لكن ما فيهمش القيادة متاعهم زي الملا محمد عمر، زي المفتي السابق لهم نسيت اسمه الآن، نعم. زي ما نقوله الجهة المتنفذة، نعم. في نعم. ما كانش عندهم القبورية، بالعكس يعني لا، ما كانوش مؤيدين القبورية. كانت في قبورية يعني فيها مخالفات وشركيات وبدع في الأضرحة، كانوا يحاربونها تدريجيا. سبحان الله. وفي شهادات لعلماء حتى ينتسبون للتيار السلفي مثل الشيخ غلام الله، أنا أحيل من هو مهتم بهذا الموضوع أن يرجع لمقابلة أجرتها مجلة البيان مع الشيخ غلام الله الأفغاني. هذا عالم قديم كبير، توفي ربما من أقل من سنة، يعني من بضعة أشهر قليلة، عالم كبير وينتسب للتيار السلفي، وانظروا شهادته في طالبان يعني، وكيف زار الضريح اللي كان يعج بالطائفين والمتمسحين في أيام رباني ومن قبله، وكيف أصبح الضريح مهجور في زمن طالبان يعني. واللقاء مفيد لأنه من شخص مش من طالبان، ولا حتى موافق لهم في المذهب ولا في المسلك والمشرب العقدي والفكري، لكن شهد فيهم شهادة. شيخنا طيب، لماذا التشكيك الآن في على صفحات الفوس وهناك هجوم كبير؟ يعني لماذا يا ترى، ما السبب يعني تفضل شيخنا. والله أنا أعتقد، والله أعلم، كل نفس بما كسبت رهينة، ونحن لا نستطيع أن ندخل في نيات الأشخاص المعينين، لكن أحيانا مجاهيل ما اسمه غير معروف، لكن المجاهيل لا يعنونا، لكن الذي يعنينا أن واضح أن هناك يعني أناس، يعني زي ما ذكرنا مثلا المرأة والتعامل مع المرأة في الأسواق وغيرها، كلام غير صحيح يعني، مستقى من وسائل الإعلام الغربية في أكثره، حتى كثير من وسائل الإعلام العربية تنقل عن وسائل الإعلام الغربية يعني كأنها قرآن يعني، وهي منحازة ومعادية ومشوهة يعني. فأنا رأيت بعض التعليقات أو كثير من التعليقات، واضح أنها هي مش عارفين الخلفية اللي، ولهذا هذا يعني خلانا نتكلم بما نعلم يعني، أشياء رأيناها، ورأينا كيف أن مثلا، أنا أذكر أن كونك أنت من حركة طالبان ما فيش محاباة يعني، تخالف تتحمل، بل هناك قيود على عضو الحركة لا تفرض على عامة الناس يعني، يحاسبونهم حسابا نعم عسيرة أكثر من الناس يعني، يعني نعم. حتى لا يطغى نعم. فيعني في هناك قاضي جلد في السوق في ولاية جلال أباد مرة لأنه أخذ رشوة. لا إله إلا الله، تطبقوا هذا في البلدان الثانية اللي أنهكتها الرشوة. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني جلد أمام الناس. ليش؟ أخذ رشوة، قاضي رأوا من طالبان فيش يعني. نعم. قاضي آخر سجن حتى هو، لأنه يعني طلق مرأة من زوجها ثم تزوجها يعني، لا حول ولا قوة إلا بالله، رمي في السجن يعني. ما في عدل، إقامة العدل وقضاء على الفساد. إلى موضوع المخدرات يا شيخنا، موضوع المخدرات احنا كتبت عليها في النت، عندك مقالة نعم يعني كتبنا عليها مقالة قديمة بالأرقام وبالتوثيق. طبعا أفغانستان كانت عبر العقود الماضية أحد مصادر المخدرات في العالم، يعني مكان لزراعة الخشخاش وتصدير الأفيون واللي يتحول بعدين إلى كوكايين وإلى مش عارف شنو كذا. فطبعا أزمة المخدرات هذه وباء ومصيبة يعاني منها العالم، لم يجد لها حلا. صحيح. بتقارير الأمم المتحدة، أنا في ذلك الوقت تقريبا في سنة 2002 بتقارير الأمم المتحدة 2002 جميل. أنا يعني جلست لهذا الموضوع وبحثت عنه بالأرقام، وفي إحدى السنوات وطبقا لتقارير الأمم المتحدة، زراعة الحشيش في مناطق طالبان 0%، صفر. لا إله، هذه معجزة رهيبة، مش بسيطة. أنا قرأت البيان الذي أصدره الملا محمد عمر، بيان مقتضب
ترجمته بالعربية أترك، بعض الناس يقولوا لا هذا مش حرام، يناقشوا هكذا بعض الأفغانين، فهو أعطاهم أمر قالهم أتركوا زراعة المخدرات بغض النظر عن حلها وحرمتها، ممكن 3-4 سطور بالأكثر يعني. فحتى أنا علقت قلت هذا بيان لا في تنميق تزويق كلمات ولا ديباجة بليغة ولا شيء. معظم الناس امتثلوا اللي تحت، ممكن اللي امتثل خوفا، مو امتثلوا، في اللي امتثل طوعا أو خوفا، في بعض الناس طبعا بيدافعوا عن مصالحهم رفضوا، فأرغموهم بقوة السلاح طالبان وأحرقوا لهم مزارعهم. هذا رأوا بشهادة الغرب أيضا. لكن بعض المعلقين الأمريكان في ذلك الوقت طبعا حاجة جاية من أمثال طالبان مش مقبولة، ولو قدمت للعالم خدمة عجز العالم عن تقديمها. قالوا يعني اعترفوا قالوا نعم يعني إن هم صح قضوا على المخدرات، لكن قضوا عليها بطريقة غير ديمقراطية يعني. الانتخابات يعني. فالآن اللي يقول لك هم طالبان كانوا يعيشون على زي تجارة المخدرات، هذا قبله. بعد سقوط طالبان في بعض الجرائد الإيرانية، أنا رأيت جريدة اسمها اطلاعات هكذا تذكر بالأرقام وكذا، تقول بعد سقوط هذه بعد سنة ممكن أو أقل من سنة من سقوط طالبان، إن تجارة المخدرات بعد سقوط طالبان انتعشت إلى 60%، بنسبة 60%. فهذه يعني أشياء حقائق، اللي عندما يكذبها يقول إن يعني في أخطاء، أكيد في أخطاء يعني. دولة حاصرها العالم ملايين ومنع البشر عنها يعني. نعم. ومع هذا استطاعت أن يعني تقيم ما أمكنها من الأمن العدل. أنا أريد أن أذكر شيء شيخ عبد الباسط، تقيدهم بالحكم الشرعي، أو نذكر يعني مثالين لك اليوم المجلس. هم يفتحوا في الكتب الفقه واللي يفهموه منها يحاولوا يطبقوه في الواقع. هناك شيوعيون كانوا يقاتلون ضد طالبان، وكثير منهم فر إلى بلدان الغرب. طبعا هذا في الفقه، خاصة الفقه الحنفي، يسموه شيوعي. والشيوعية في أفغانستان راو مش الشيوعية اللي واخد الجانب الاقتصادي زي بعض البلدان، لا شيوعية كاملة عقيدة. نعم الحال. اللي هو حزب يسموا فيه بلغتهم حزب خلق، بمعنى حزب الشعب، حزب خلق. وحزب برشم أو يعني المهم حزبين شيوعيين، واحد زي ما تقول الخط الصيني الماوي، والمهم يعني وبعدين يقاتل وهرب لبلاد الكفار. فهذا تصنيف الفقهي عندهم في الفقه الحنفي، لحق بدار الحرب مرتدا، باي الآن هرب وترك بيت، خلى بيت. طيب لو في كثير من بلداننا وبعض التشكيلات المسلحة اللي عندنا اليوم ميليشيات فعلا ياخدو. يقول لك هذه فلوس أزلام، ياخدها ويسكن فيها. تغرب شوية، كيف خديتها أنت؟ تبايع فلوس أزلام منين ليك أنت؟ هذا غلول اللي يسبق ياخد. كيف سيارة أزلام واخدها يتجول بها في شوارع طرابلس ولا شوارع مصراتة ولا شوارع يترك بيته هذا يعني الإنسان هذا يترك بيته اللي يسكن فيه. ونقول لك شن داروا طالبان، طبقوا الفقه الحنفي. الفقه الحنفي كقول الجمهور في مال المرتد أنه مال موقوف. شن معنى موقوف؟ معناه يحفظ إلى أن يموت صاحبه أو يحكم بموته في المحكمة، يعني حكما ولا حقيقة. إذا مات على موقفه من الردة والمحاربة واللحاق بدار الحرب وكذا، فهذا يوضع في بيت ما يرد إلى بيت مال المسلمين. وإذا تاب مرات يتوب هو يرجع، يقولوا له هذا بيتك. لا إله. يردوا له ترد. هذا في الفقه من يجد العالم مثل هذا العدل يا شيخ. أيوة. هذا في الفقه العالم كله. هذا في الفقه معنى مال المرتد موقوف، أنه ينتظر حتى نرى مآل هذا الرجل، بالك يتوب ويرجع. يقولوا له تفضل أموال، شن يديروا له؟ مش يردوا له بيته، بس في غيابه، وهو كان يقاتل منهم ممكن والله يحارب فيهم وكذا، ومشي لبريطانيا ولا فرنسا ولا ألمانيا ولا كذا، ياخذوا البيت هذا يأجروه ويفتحوا حساب باسم ذاك الراجل أو وكيل عنه أو كذا، ويحطوا له الإيجار في يقول لك إذا رجع يقولوا له هذا بيتك وهذا مالك. هذه زي الأمانة اللي توسل بها أحد الثلاثة أصحاب الصخرة. نعم. اللي قال له هذا مالك،
فضل ماله ونماه له وتمر تمرته حتى كثرت منه الأموال، ورد له لما جاء العامل الفقير قال له هذا القطيع كله ليك أتستهزئ بي؟ قال له لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه ولم يترك منه شيء. ولذلك شيء خيرا رأينا وأورثنا. فإن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويخذل الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. فهذه أشياء رأيناها. المثال الآخر، أنا كنت بنذكر مثال آخر نسيته الآن. ولذلك شيخنا رأينا كم أورثهم الله القصر ودخلوا في قصر الحكم يعني وكذا. الحقيقة ظلم ظلم غير جيد يعني. شيخنا ناخذ بعض. تفضل تفضل. يعني فضل. للأسف بعض الأقلام اللي تكتب وتظهر بمظهر الناصح بطريقة ناقدة غير مباشرة، إن شاء الله تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، لكن لابد أن نذكر أن بعض الناس حتى في السابق في فترة طالبان السابقة، لأن طالبان لا تتبع جماعتهم الإسلامية أو حزبهم أو حركتهم مستقلين عنهم، غير ماشيين باختياراتهم السياسية ولا الفقهية ولا الفكرية، واخذين منهم موقف يعني أقرب إلى المعادرة. وهذا تعصب، هذا تعصب الأحزاب والجماعات، إلا من رحم الله. لا نعمم، لكن هذا موجود يعني. الآن يعني كانوا قيادات تعتبر تابعة للحركة الإسلامية، يعني بين قوسين كانوا يقاتلون طالبان، يعني وقفوا في صف الأمريكان للأسف يقاتلون طالبان في الفترات السابقة يعني. وهذا كيف يعني؟ هذا المفروض يقال لهم هذا الكلام يعني من زملائهم في نفس الحركة ولا في نفس التيار ولا في كيف يعني؟ مش عاجبينك طالبان خلاص اعتذر، لكن تقاتلهم بالسلاح بأي حجة يعني؟ تكون بندقية في يد المحتل يعني. وهذا حصل في أكثر من بلد للأسف يعني. شيخنا ممكن ناخذ المكالمات هذه، هذا 5 دقائق يا أخي، ناخذ هالثلاثة المكالمات فقط يعني. تفضل. الحياة من ليبيا أو حياة ليبيا، آسف جدا تأخرنا عليك يا أختي، تفضلي. نعم يا حياة، يبدو أنها فصلت الخط. عبد المطلب من الخمس. السلام عليكم. عبد المطلب من الخمس. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ عبد الباسط. أهلا عبد المطلب، تفضل. أهلا وسهلا بك. بارك فيك إن شاء الله ميزان حسنة الشيخ عبد السلام السعدي. آمين آمين، بارك الله فيك. آسف انقطع الخط. إذن محمد من طرابلس آخر اتصال. محمد تفضل. محمد السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ونحن ناس فرحانين بالنصر الأفغاني أفغانستان على الأمريكان والحمد لله، لكن بنسأل شيخنا بالله يا شيخنا، احنا ننتصر هنا في ليبيا في المعركة ونخدم شهداء، وبعدين يجوا من صف يبيعوا فينا زي ابو شحمة يوقعنا على بيان 5+5 هدايا، يقول المسمار يكاتبه هو ويتوقع عليه، هذا خذلان وبيع دماء الشهداء يا شيخنا. نعم. وشو ما نشوف ما فيش ردة فعل للثوار، تقول لهم مسحورين بالله يا شيخ. وفضيلة الشيخ سامي السعدي يتكلم عن الموضوع هذا. طيب الأفغان انتصروا لأن عندهم مبدأ، وطالبان انتصروا لأن عندهم مبدأ وقضية، لكن إحنا المشكلة قضيتنا انتصروا في الحرب، واللي مثلنا سياسينا وعسكرية أو في اتفاقياتنا كده يخدمنا ويبيعنا. بارك الله فيك. طيب حاضر، يتكلم الشيخ الآن إن شاء الله. بارك الله فيك، ما تبقى من الوقت. شيخنا سمعت الأخ كيف تحدث الأخ محمد طرابلس. للأسف يعني أنا تابعت الخبر بالإجماع ليس تفصيلا حقيقة. نعم. يعني اللي صدر من اللواء أبو شحمة، نتمنى أنه يراجع موقفه ولا يضيع نضاله السابق ومواقفه السابقة وجهاده السابق، ويتماهى مع طلبات معسكر حفتر للأسف يعني. يعني حفتر إلى الآن مخلي الروس في الجفرة هيك على عينك يا تاجر، زي ما نقول إحنا بالعامية يعني. ويقول لك أنت حلفائك اللي كانوا سبب في انتصارك علينا أو دعم المعركة ضدنا يطلعوا وتلغي الاتفاقية معهم، وأنت تقول لا تمام. وهذوك يعني عصابة، هم مرتزقة. اي نعم. يعني ليسوا باتفاقية وليس من ما فيش يعني، هو ما يملكش اتفاقية، هو من يكون حتى يعقد اتفاقية أصلا يعني؟ يساوي بين الحليف وبين المجرم. ولابد يعني زي ما ذكر سماحة المفتي المرة الماضية أن المجلس الرئاسي لابد أن يتحمل مسؤولياته. كيف حفتر الآن؟ المفروض أنت المجلس الرئاسي، أنت القائد الأعلى، كيف يعني
القائد الأعلى ولا القائد العام اللي استحدثوه هذا المنصب اللي استحدث في التركيبة التركيبة العسكرية الليبية كانش قبل موجود، لكن كيف هو وتصريحاته؟ أنت منعت جنونه من أنه يصرح، اللي هو ثائر وناطق باسم يعني بركان الغضب ويتكلم، كان مغطينا معركة بركان الغضب أول بأول وكان لي دور يعني واضح لا ينكر، يعني تقول لما تصرحش وحفتر والمسماري والأبواق متاعها يتكلم عادي كأن المنطقة الشرقية مش ليبية، يعني كأن قولوا أنتوا بتدعوا للقسمة قولوا خلاص بعدين خلاص معاش يبدأ شأن داخلي معاش دخلنا فيهم يعني. لكن بالشكل هذا التماهي والتنازل المجاني بدون تحقيق أي مصالح، وزي ما صار في السنوات الماضية للأسف، يعني نتمنى أن هؤلاء الناس يراجعون مواقفهم ويتقوا الله سبحانه وتعالى في المسؤولية اللي الشعب الليبي مسلمها لهم، وأن يؤدوا فيها الأمانة وأن لا يخافوا إلا الله سبحانه وتعالى. طيب شيخنا أخيرا ممكن ثلاث دقائق، يعني مسألة التشكيك في نصر طالبان وأن هذا اتفاق بينهم الأمريكان وذلك مؤامرة وأن هذه ليست طالبان، وسترون محللين سياسيين، محلل سياسي طبعا الشيطان هو اللي جاي ويقول لها هذا تحليل سياسي وأنا سترون ما أقول لكم وكذا، يعني لماذا شيخ هذا الشعور؟ لماذا يعني ناس يعني تقاتل 40 سنة 50 سنة 60 سنة وهي تقاتل في الأمريكان والروس وغير ذلك، ثم لما ينتصروا لا يرجع النصر إلى الله؟ بالله يا شيخ هذه يعني كلمة. الآن لماذا؟ القيادات اللي الآن موجودة وتفاوض، وإلى الأمس القريب كانوا يقاتلوا ويدعموا في المعركة ويشاركوا بأنفسهم في المعركة، راوا هادو مش ناس زي ما قلت أنا في بداية الكلام ما جوش من السماء، مش زي ما يصير عندنا احنا يا راجل يجي ناس تقاتل على الأرض ومعروفة لأهلها ومحيها ومنطقتها، يجي واحد كان في برلين ولا كان في لندن ولا كان في نيويورك ويجي يتكلم باسم هؤلاء، هذا مش هذا اللي موجود. الله أكبر. يعني هادو من أرض المعركة، أشرف غني وكرزاي وهادو اللي كانوا مصنوع، هادو صح، لكن هادو طلعوا من رحم المعركة يا جماعة، حرام اللي تقولوا فيه. يعني أنت عندك تخوفات تطرحها بتنبل في تخوفات مشروعة يعني صح، وحتى طالبان هم مش عندهمش صك ان هم يعني بحسن الخاتمة، نسأل الله لنا ولهم حسن الخاتمة. الإنسان يكون عنده تخوفات صح، لكن تكون ما تغلبش عليك نظرية المؤامرة والإحباط ان لا بيشني عندك قرائن كان الله لا يفعل شيئا. أيوة لا لأن هذا. مستحيل أمريكا تسمح. أيه مستحيل أمريكا، لك حتى بتشوف مصالحها، هل من مصالحها أن تزيد 20 سنة تانية؟ بخيرة ما تكلمتوش على فيتنام وقلتوا مؤامرة، ولا غير في طالبان مؤامرة، ما وخرجوا مهزومين في حرب فيتنام ولا غلط. الله أكبر. أقروا السنن الإلهية في القرآن في السنة، أقروا التاريخ، إذا هذا ما انفعش وما أصبروا شوية، زي ما كانوا يقولوا يعني في موقف مشابه كانوا يقولوا نفس الكلام في البداية، يقولوا عملاء، يقولوا الآن يقولوا بعض الناس كانوا في الفترة الأولى يقولوا عملاء للمخابرات الباكستانية، هم أداة في يد المخابرات الباكستانية. قعد هذا الكلام يتردد في ناس مقتنعة به لين جي طبعا في موضوع هو ممكن بعض الناس ما يعرفوش، إن فيه أرض مسيطرة عليها باكستان ومدايرة فيها عقد إيجار صوري مع الحكومات السابقة لأفغانستان، اللي هي منطقة حدودية أفغانية باكستانية من جهة مدينة بيشاور تدخل في العمق، مش عارف ماش نذكر لها ربما 100 كيلو أو شيء هيك. فجاء وقت تجديدها لمئة عام أخرى، انتهت المئة عام السابقة من أيام نادر شاه ممكن والله، وبعد ظاهر شاه وبعد الحكومات الشيوعية كان الساري الاتفاقية، فجوا يعني الباكستانيين كأنهم خلاص هذا المولى محمد عمر ولدنا، يعني قالوا له بنجدد، قال مش بنجدد، قالوا بنجدد الاتفاقية 100 عام تانية، هذه الأرض اللي كانت تحنى واخدينها، قال لا مش نجدد، هذه أرض أفغانية. صدموا طبعا، عرفوا ان هذه دولة راهي عندها استقلاليتها يعني. لكن مصلحة باكستان هو ان طالبان تقف على قدميها، ولهذا هي صح دعمت طالبان لمصلحتها، لان امتداد عرقي امتداد وحدود وامتداد حتى فقهي ومذهبي وهذا، وبعدين هذه الشوكة اللي ضد حلفاء الهند عدوة باكستان الاولى معروفة المعركة اللي بين الهند
وباكستان، فالهند احتضنت أحمد شاه مسعود ورباني دعمتهم يعني. فباكستان من مصلحتها أن تدعم طالبان باش يوقفوا لها، وإلا تحالفات مشروعة، وإلا إذا انهزمت طالبان فمعناها العدو الأول، العدو التاريخي لباكستان حيكون على حدود دولتهم. جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيك، والله الحديث معكم شيق، نسأل الله يحفظكم شيخنا، متعك الله بالصحة والعافية، ونسأل الله ينفع بكم الإسلام والمسلمين إخوة أخوات. ختاما جئنا إلى نهاية اللقاء، نلقاكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله الذي لا إسلامنا هداية وقاية من نار، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. هذا البرنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية.